بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مثال جديد. عايزين نتكلم المرة دي على set collection. فهنبدأ نعمل function المين بتاعتنا. الأول طبعا الست بتخزن unique elements، يعني عناصر ما بتتكررش، مميزة. الأوردر بتاعها مش محدد. خدوا بالكم برضو من معلومة إن لو أنت حطيت قيمة فاضية برضو يونيك، يعني تحط قيمة فاضية واحدة، لكن لو جيت تحط قيمة فاضية تانية هيقول لك كده في دوبليكيشن. خلاص. طيب، فعملت سالاريز A، عملت فاريبل اسمه سالاريز A، قلت سيت اوف، قمت حاطط ايه 10000 20000 15000 23000. طبعا عايز اقول لكم حكايه الايه اليونيك والترتيب دي مهمه جدا. وبعد كده قلت له برينت لاين نمبر اوف اليمنتس، عدد العناصر الموجوده عندك، ونفس الاسلوب اللي استخدمناه قبل كده. هقول له سالاريز A دوت سايز. كلام جميل. طيب، واقول له اف، عشان استخدم لكم شويه حاجات كده يعني من التعامل معاها ازاي. قلت له اف ان السالاريز اي دوت كونتينز 15000. الكونتينز دي بتريتيرن ترو لو لقت ال 15000، بتريتيرن فولس لو ما لقتش الايه ال 15000. فاقول له اف ان هي كونتينز ال 15000، خلاص يبقى لقاها، يبقى برنت لاين بس نقول ان ال 15000 دول از ان ذا سيت، موجودين في السيت وخلاص. دي طريقه ادور بيها على القيم جوه الست اللي هي كونتينز. طب هعمل نفس الكلام ده تاني، بس هعمل منهم بقى ايه، هعمل سالاريز بي، هعمل فيها ايه، هي نفس القيم، مش هغير القيم اللي موجوده في الاولانيه، بس هغير الترتيب، عشان عايز اوريكم فكره الترتيب في الست، عشان دايما في دماغنا الفرق ما بين الست وما بين الايه وما بين غيرها، عشان ما يبقاش في لخبطه في الكوليكشنز. ودي زي دي، هم فعلا هم هتلاقي اغلبهم فعلا قريبين كلهم من بعض، لكن بالاختلافات البسيطه دي. 23000 15000 10000 20000، عكس الترتيب اللي فوق خالص. هم عامل ايه؟ هقول له برينت لاين، عايز اشوف بقى، طبعا عايز اشوف بس هم ايكوال ولا لا. فاقول له ذا ست ار ايكوال، طبعا هنا الست هنا زي بتاعه الرياضه يعني على طول بالظبط، يعني المفترض ان الترتيب ده ما يفرقش، اكنك عامل زمان كده بتاعه الماس، ونحط قيم جوه بعض، وطالما ان القيم هنا بتساوي قيم هنا مش مشكله. فالايكواليتي سهله جدا، بقول له سالاريز اي هل هي ايكوال سالاريز بي، ايكوال يعني، وهيرجع لي ترو او فولس. طبعا القيم متلخبطه، لكن المفترض ان هو يرجع لي ترو، لان مش هيفرق معاه الترتيب بتاع العناصر. في حاجه كمان برضو ممكن اقول السيت، طبعا دي بقدر اعملها مع كل كوليكشنز، اقول اسم السيت واقول كل كلاس، خلاص، عشان يقول لي اصله ايه، هو اصله السيت دي اصلها ايه. خلاص، السيت يعني السيت اوف دي اصلها مبني على ايه. وبرضو كذلك للايه، برضو ممكن اقدر استخدم بعض الحاجات الاخرى زي سالاريز دوت فيرست عشان يجيب لي اول اليمنت في السالاريز ايه، وبرضو الدوت لاست يجيب لي ايه اخر دوت لاست، دي اخر ايه، اخر اليمنت موجود في الليست. وكابي بيست كده نفس الكلام على سالاريز بي، هيفضل محتفظ بالترتيب اللي دخلته، لكن المفترض ان هم يطلعوا هم الاثنين ايكوال. فلو عملت ران كده تلاحظوا ايه، نمبر اوف اليمنتس 4، قال لي 15000 موجوده، قال لي الاثنين ايكوال، قال لي على فكره هي مبنيه على كلاس اللي هي جافا دوت يو تي اي ال، اللي هي لينكد هاش سيت، هي مبنيه على حاجه اسمها لينكد هاش سيت، ده كلاس من الكلاس بتاعت الجافا. وادي ايه بقى ترتيب الايه الايتمز بتاعتي، قال لي الاولاني هنا كان 10 والاخير كان 23، ده صح، والثاني كان اولنا 23 واخرنا 20، ودي كانت ايه الحكايه بتاعت ازاي اعمل ايه اقارن التو ليستس مع بعضهم، وادي القيم الايه بالترتيب.